الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نواصل مع سورة النور في هذه الآيات. ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم فيما أحفظتم فيه عذاب عظيم. كما بينا أن لولا هو حرف امتناع لامتناع، فلولا فضل الله لوقع كذا. نعم، لولا فضل الله عليكم ورحمته فهو حرف امتناع لامتناع. ثم أيضا قال العلماء لماذا هنا أحيانا قد يحذف الجواب، فقالوا إذا كان معلوما، الجواب إذا كان معلوما فلا داعي له، كما لو جاء إنسان وضرب إنسانا وقال له الآخر المضروب أو المشتوم أو شتمه لولا أبوك، أي لولا أبوك لفعلت كذا وكذا. ثم ذكر العلماء أيضا أن أحيانا إخفاء الفوائد، أي أن الإبهام في مثل هذه الحالات له فوائد. قالوا منها أيضا الاحتمالات، تكثير الاحتمالات الإيجابية، ومنها أيضا فيكون عدة احتمالات إيجابية، ومنها أيضا تعظيم الجزاء، لأنك إذا قلت للإنسان سأعطيك شيئا كثيرا أو عظيما أقوى مما لو تحدد، أحيانا ربما لو حددت ما كان أقل مما يتصور، فلهذا يكون منه بيان تفخيم الجزاء، والله أعلم. اسمحوا لي، أنا سألتزم بإذن الله ولن أزيد ولا دقيقة عن وقت محدد، ستقام الصلاة في 57 دقيقة على التزامنا، ولو توقفت في قبل إكمال الموضوع نكمل في أسبوع آخر الله يحفظكم. طبعا هذه الآية لا تزال في موضوع الخائضين في الإفك، ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة. فقيل إن الكلام فيه تقديم وتأخير، ولذلك ذكر بعض العلماء بل بعض مقتصر عليك ابن أبي حاتم في تفسيره، وهو قول مقاتل وسعيد بن جبير، قالوا ولولا فضل الله عليكم ورحمته في هنا، قال ولولا فضل الله عليكم ورحمته فيما أفضتم فيه لمستكم في عذاب أليم. ففيه تقديم وتأخير، وهذه مسألة لا أطيل فيها، لكن فصل العلماء فيها، بعضهم فصل ولولا فضل الله عليكم ورحمته لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب أليم في الدنيا والآخرة، يعني كذا. وبعضهم يقول أيضا ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم. فقالوا هذا في لف ونشر، فضل الله شيء ورحمته شيء، فجعلوا الفضل في الدنيا والرحمة في الآخرة. والقول الصحيح أن فضل الله ورحمته في الدنيا والآخرة ليس صحيح أو مرجوح بعبارة أدق، القول أن فيها قضية اللف والنشر. اللف والنشر هو أن تذكر مسائل ثم تأتي بجوابها بعد ذلك، بدل أن تأتي بكل مسألة وجوابها. فبدل يقول مثلا يقول لولا فضل الله عليكم في الدنيا ورحمته في الآخرة، قال ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة. فقالوا هذه فيها ما يسمى باللف والنشر، ولكن نقول القول الأرجح أنه فضل الله ورحمته في الدنيا والآخرة كلاهما متكرران، فهو فضل ورحمة عاجلا وآجلا، والله أعلم. فأيضا نجد لمسكم فيما أفضتم فيه، بعض العلماء يقول إن كلمة إذا جاءت مس في القرآن تعني الشيء اليسير أو إلى أدنى شيء منه، ولكن هذا قول مرجوح، بل إنما يعني لأصابكم، ولذلك قال إبراهيم لأبي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن، أي أن يصيبك عذاب من الرحمن. فالمس إذن يفسر على حسب سياقه، فقد يقصد به مجرد المس كأن يمس الإنسان إنسان كما كان يفعل السامري، لا مساس، مجرد المس كان يحدث الاحتراق. وقد يكون المس يقصد به الجماع، وقد يقصد بالمس هو لمس البدن فقط، وقد يقصد به المصيبة. إذن كيف نفسره؟ نقول سياق الآيات، والسياق هو الذي يبين المراد بذلك. وهذه مسألة أخرى، مرة أخرى أؤكد عليه أن من الخطأ أن نفسر كلام إنسان إلا بناء على معرفة السياق ومعرفة القرائن، لأن هذا قد يكون من الخطأ أن نحمل الكلام ما لا يحتمل. ولمرة أخرى على طلاب العلم صفة خاصة والكتاب وكل من صدى للناس كتابة أو فتوى أن نكون دقيقا في عبارته، حتى لا يفهم كلامه على غير ذلك. من فوائد هذه الآيات أن التوفيق للتوبة والتطهير بالحد من ذلك وفضل الله ورحمته، وهذا معنى دقيق. كيف؟ لو أن اثنين سرقا، أحدهما قبض عليه وقطعت يده، الآخر ما علم عنه،
سأن يقال للناس وهما مع بعض سرقا. نعم، سيقول الناس هذا المسكين قبض عليه وذاك والله ما شاء الله سلم. قد يكون الذي قبض عليه وقطعت يده هو الأسلم، لأنه سلم صحيح لم يسلم في الدنيا لكن سلم في الآخرة، والسلامة في الآخرة أولى من السلامة في الدنيا. خذ مثال قضيتنا، قضية الإفك، ألم يسلم عبد الله بن أبي في الدنيا؟ لم يقم عليه حد ولم يسجن، لكن ماذا قال الله عنه؟ قال إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شر لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من إثم، والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. بينما الصحابة الذين وقعوا في الإفك وأقيم عليهم الحد رضي الله تعالى عنه كان تطهيرا لهم وكان خيرا لهم، وتنزل الآية ولا يأتوا ولا يأتل أولي الفضل منكم السعى أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا. أيهم أعظم الآيتين لحق الذي ترك إلى عقابه يوم القيامة ومن معه، ليس فقط عبد الله بن أبي من المنافقين أو الذين طهروا بالحد؟ لا شك أن الذي طهر بالحد أفضل. فالمعاني قد تنتكس عند بعض الناس ويتصور أن السلامة في الدنيا خير لصاحبها. لا، نحن نقول قد تكون التوبة له، لكن أحيانا في خاص في باب الحقوق أن يسترجع الإنسان الحق منه في الدنيا أفضل من أن يأتي يوم القيامة ولن يساهمه صاحبه. يعني بمعنى آخر، بعض الناس قد يراد منه مال فيسكت الرجل الآخر، يقول أعطني مالي فما يعطيه، يتصور أنه خير له من شخص آخر قدم للمحاكمة وأجبر على أن يدفع. أنا أقول لا، الذي أجبر على أن يدفع أو فقد أولا قد يدفع وقد يسامحه صاحبه في آخر لحظة، بينما الآخر سيطلبه يوم القيامة، وأن الإفلاس والعياذ بالله. فالمعاني منتكسة عند كثير من الناس في هذا الباب الآن، فلهذا ينتبه لهذا المعنى. أيضا من تلك المعاني أيها الأخوة أن الإفاضة والحديث في الباطل من شهوات النفوس، هذه مسألة دقيقة أيها الأخوة عجيبة. النفس تميل للحديث خاصة في باب الغيبة، حتى قل أن يسلم من الأخيار لا يسلمون من هذا ويتفاوتون في ذلك. تجد لذة في عند بعض الناس ورغبة أن يتحدث إما صراحة أو بكلام مخفي لكنها لا يخفى على الله جل وعلا، قد يطرحها أمام الناس كما بين العلماء أن بطريق التشكي، أرأيتم مسكين فلان إيش صار عليه؟ صار عليه كذا وكذا، يطرحها أمام الناس أنه على أنه يتكلم عن شخص مسكين وهو في الحقيقة يريد أن يفضحه ويتكلم في عرضه، لكن بدل ما يقول فلان سوى كذا فيأتي من يقول لا تشمت بأخيك، قال يا أخوان ادعوا لأخوكم فلان ترى والله وفعل كذا وش في خير فعل كذا وكذا، هو يكذب الله أعلم ماذا في قلبه، يريد يفضحه، يريد ترى فلان سوى شيء، يجد لذة في قلبه، ليس صادقا فعلا في الباب الدعاء له. قد يكون هذا الموضوع لا يصلح أن يظهر ولا أن يعلم عنه، أنت الذي علمت عنه فالمفروض أن تصد عنه، إن لم تصد عنه علانية ولم وبلغك أن تكتمه وأن تستر على أخيك، يستر الله جل وعلا عليك. فلذلك الإفاضة في الأحاديث هي إفاضة الحقيقة في غير مكان. نجد أيضا في هذا الجانب أن مسائل كثيرة الآن في باب التحري أيها الأخوة، لأن لا أريد اليوم أن أطيل حتى ما أريد أدخل في الآية الأخرى، فسأختم في هذه الآية. من فوائد هذه الآية، نعم، ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم. أن ينتظر الإنسان ويحتاط فيما ينقل من كلام، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وضح، أحيانا قد يكون يشرع لك أن تتكلم في خطأ واحد من أخوانك أو تغتابه في مسألة معينة، لكن العجيب الشيطان له مداخل. واحد جاء يسألك عن شخص وقال بسألك عن فلان جاركم، هل هو يصلي مثلا أو لا يصلي؟ لقاها فرصة وبدأ يذكر تاريخ جاره بالكامل، هو ما سألك عن تاريخه، هو سألك هل يصلي ولا ما يصلي، فيأتي بأمور لا يجوز البوح بها، وإلا إذا كان من حقي أن يبوح فهذه مسألة دقيقة لا يكون الجواب على قدر السؤال. ولكن إذا جاءك إنسان قال وش تقول بجارك أو بزميلك في الدراسة أو بقريبك، قل له يا أخي الكريم حدد السؤال حتى لا تقع في أمر ما كان ينبغي، حتى لا تتوسع في الحديث عن عرضي بما لا يجوز.
فإذا كان يجوز لك أن تقول رأيك فيه، إذا كان السائل طبعا أيضا تسأل السائل تقول لماذا سألتني، إذا كان والله مجرد استطلاع تقول لا أعتذر يا أخي اسمح لي، لكن لو قال والله اسمح لي هو خطب ابنتي أو أريد أن أتبايع معه، هو طلب مني مالا، هل هو وافي بالمال؟ قد يكون الناس إنسان من أورع الناس في جانب، لكنه في باب المال ضعيف، ليس خيانة منه لا، لكنه ضعيف في باب المال، فأنت أجب فقط في باب المال الذي سألك واترك الباقي. إذن الإفاضة لها عدة ألفاظ، قال فاض الكأس أو الإناء إذا خرج زاد عن حد، فكذلك الكلام هنا يكون فيما أفضتم فيه، طولتم الحديث، كان يكتفى بكلمة أو كلمتين، فإذا أنت تتحدث عنه وعن أمور خفية وعن أمور قد يكون تاب منها وربما عن أمور في صغر لا يعلمها أحد، المشكلة أن النفس طبعا هو الشيطان حاضر الشيطان. نعم، فيروى عن الحسن أنه قيل هل ينام الشيطان؟ قال لو نام الشيطان لاسترحنا، لكن أجاب البعض قال إن الشيطان يبيت في خيشومة، قال اللي يبيت غالبا ينام، والله أعلم، لكن في غيره صاحي، يعني ما يعني أنه نام واحد من الشياطين كلهم ناموا، فالشاهد أن الشيطان حاضر متى ما وجد فرصة لهذا الإنسان دعاه يتكلم. فالإفاضة في الحديث في أي شأن خرج عن بابه فأنت انتبه أن يكون بمقياس. انظر الذين يبيعون الذهب، حقيقة أكيد رأيتموهم عندهم أولا ميزان حساس، ثانيا تجد وزنه في غاية الدقة زاد أو نقص حتى تعتدل الكفتان، وما تجد مثل اللي يبيعون مثلا ربما الرز ولا غيره ما في مانع يزيد كوم، ما عنده مشكلة لأن الأمر رخيص هذا، لكن الذهب لا، فتجد يلمسه. والله أدركتهم في زمننا إذا جاء فقط ليزن في السكر يا أخوان أو القهوة أنه ينفخ وينظف كفة الميزان، مع أنه قبل قليل هو وزن فيها، لا يخشى أن يكون جاء فيها غبار ويؤثر على الوزن. والله رأيت أهلنا كنا نحن عن الميزان الخشب القديم، وكان يوجد حجر يوضع حجر له درجات يمكن تعرفونها قديم جدا يزنون فيه التمر، فنحن كنا صغار فإذا وزننا حصل ثقيلة طبعا، وكل درجة تعني مقياس من الميزان، نأخذ الحجر ونرميها، نرميها وين؟ في التراب. يغضبون أهلنا غضب شديد جدا، ليش؟ قال لأن رميك إياها قد يسقط شيئا منها فيختل الميزان، وهي حجر من الحجر الصلب الحجر القوي، قال إذا رميتها مهما كان سيسقط منها شيء، وهي ميزان سيأتينا من يشتري التمر أيضا ما هو ذهب يا أخوان، فيمنعوننا من أن نرميها. رأيتهم في الصاع بعيني مرارا يضع الصاع ثم يملأه ثم يضع حتى يضع إلى آخر حبة حتى ما يتحمل شيء، كل دقة في الميزان. إذا كان هذا في البيع والشراء فما بالك في قضايا الإفاضة فيها محرم في أعراض المسلمين، فأركزت على ما يجوز لك أن تتحدث فيه أحيانا، لكن أن يكون بمقدار مثل ما أعظم من مقادير الذهب والفضة والموازين التي ذكرت لك، لأن الشيطان يدفعك لأن تسترسل، كأنه فتح لك قوة صغيرة جائزة وألحقتها بما هو محرم والعياذ بالله. فلهذا الحديث في هذا الموضوع مهم جدا، لا ينتهي بهذه الآية وهذا الدرس. الأسبوع القادم بإذن الله نواصل مع الآيات الأخرى، لأن أكثر تلقون بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم بعلم، سأبين وأوضح لماذا قال هنا ألسنة وأفواه وأثر ذلك على أخلاقنا. أيها الأحبة لا تنسوا إخوانكم في خضم هذه الحياة في الشام، وهذا والله ما أحزننا في ظل كل الدماء التي تسيل في الشام وفي غيرها في العراق في فلسطين، يكون العبث واللهو في ظل الاضطراب الذي يحيط بنا، قال امرؤ ألا نجعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم. انظروا ماذا يحدث الآن في بلادنا مع كل أسف من فوضى ومن عبث ومن سفه، وبلاد المسلمين في هذا الجراح والآثام، حتى ننجو أيها الأخوة أن نتقي الله جل وعلا وألا ننسى أخواننا. تصوروا إخوانكم في الشام الآن من العوائل المضطهدين، الذي يقسم لي بعضهم أن أمه وأخواته وأطفاله لا يستطيعون أن يخرجوا من الملجأ ليبحثوا عن كثرة خبز فتأتيهم طائرة وتحرقهم، أطفال ورجال أصبحنا تعودنا على رقم يوميا 150-200 كان أصبح رقما عاديا أيها الأخوة، والله لو كان غنما لكان مؤثرا، فكالك وما وطبعا الغنم مال، فما بالك برجال ونحن هذا العبث الذي يحدث من بعض سفهائنا.
فنسأل الله ألا يؤخذنا بما فعل السفهاء منا. وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا متر فيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا، حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس. ما الحل؟ ماذا نفعل؟ النجاة النجاة. يقول الله جل وعلا: فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. حتى تنجو في القرآن كله مضطرد أن من قام بأمر الله وصدق الله ينجو. النجاة على نوعين، قد يكون نجاة بدينه وبدنه، وقد تكون نجاة وهي أيضا لا تقل النجاة بدينه، وإن أصابه شيء في الدنيا فهو يؤجر على ذلك بإذن الله. إذا قمت بالواجب الشرعي بانضباط وحكمة وبعد نظر وعدم استعجال وكما أمرك الله فلن تعدم إحدى المسألتين، إما أن تنجو إذا جاء العذاب على أمتك، ونسأل الله ألا نرى العذاب في بلادنا وفي بلاد المسلمين، إذا نزل العذاب أن تنجو بأهلك ونفسك ومالك، وإن لم يحدث هذا فإنك تنجو بدينك، لأن تتقلب الأفئدة وتبدأ وتتغير قناعات الناس، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا بهذا حتى تنجو. المسألة في هذه الأزمات أنجي نفسك، لأن في هذه الحالة حتى الصالح إذا لم يقل بما أمر الله فإنه يهلك. أنا أهلك في حديث زينب وأم سلمة هو حديث واحد صحيحان، أنا أهلك يا رسول الله وفينا الصالحون؟ قال نعم. كيف؟ نعم أنا أهلك وفينا الصالحون؟ قال نعم إذا كثر الخبث. لكن في سورة هود: وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها، ما قال صالحون وأهلها مصلحون، أنتم أهل هذه البلاد بالقيام بالواجب والمعروف والنهي عن المنكر. ومع ذلك في أي مكان كان، وأنا لا أخاطب بلدا معينا، أخاطب بلاد المسلمين عبر هذا النقل هذا الدرس، حتى تنجو والفتن تتلاطم في عدد من بلاد المسلمين حتى تنجو أن تقوم بما أمر الله. أنجينا الذين ينهون عن السوء، نسأل الله يجعلنا وإياكم من هؤلاء. نعم، وليحذر الإنسان أن يكون عونا على هذه المنكرات. آخر رسالة جتني من أحد الأخوة قبل قليل يقول: لعين الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدوا. كانوا لا يتناهون عن منكر فعل، لبئس ما كانوا يفعلون. إذا كانوا مجرد أنهم لا يتناهون لعنوا وأخذوا بالعذاب، فما بالك بالذي يمنع الإنكار ويحرم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ ماذا نقول عنه؟ إذا كان يقول إن أمركم معروف والنهي عن المنكر، أما يقول مبالغة، أو يقول هذا خروج على ولي الأمر، أو يقول هذا باطل هذا الكلام. نحن نقول نعم، لا يجوز للإنسان أن ينكر بغير الضوابط الشرعية، هذه مسألة واضحة. من أنكر يجب أن ينكر بالضوابط الشرعية، أن يكون عنده علم بما ينكر به وعنده قدرة على ذلك، وإلا فلا ينكر، فقد يقع في منكر أعظم. لكن آخرون مجرد هذا الأمر، إذا كان إذن يقول هذا الأخ الذي أرسل لبني إسرائيل لعنوا لأنهم لا يتناهون، فالأمر جد أيها الأخوة. والمسألة يجب أن يقف كل منا مع رب يحاسب نفسه ويصدق مع الله لينجو، أولا لينجي بلده، لينجي إخوانه، لينجي أمته، لينجي عائلته، ولينجو بنفسه في الدنيا والآخرة. أسأل الله أن ينجينا ويحفظنا وإياكم، ولا يؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، وأن ننصر إخواننا في الشام ويذل هؤلاء الظالمين الكافرين الباغين، وأن يفرق جمع هؤلاء الظلمة الطاغين، وأن يشرد بهم من خلفهم، وينصر إخواننا في العراق وفي فلسطين وفي كل مكان، في بورما وغيرها، في إثيوبيا، مآسي المسلمين كما ترون. لا تنسوهم من دعائكم ومن الوقوف معهم، لأنني ألحظ أن بعد طول ضعف وقوف الناس مع إخوانهم، بينما المفروض يكون أشد، لأن حاجتهم أشد في هذا الباب. والله أعلم، وصلى الله وسلم على محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.